هذه قصة الأندلس، تاريخ طويل مملوء بأخبار الانتصارات والهزائم، فيه البطولات وفيه الأمجاد، وفيه أيضا بعض الخيانات. تاريخ تحكيه الفرحة والبسمة، وترويه الحسرة والدمعة. إن العرب المسلمين حولوا شبه الجزيرة الإيبيرية إلى جنة نضرة، وبدلوا الجهل حضارة، ورفعوا الظلم ونشروا العدل. من فتح الأندلس حتى سقوطها سؤال محير: لماذا سقطت الأندلس؟ هل كانت الأندلس جزيرة وسط بحر لم يكن يحتمل دينا غير النصرانية؟ هل انفصال الأندلس عن بقية الوطن العربي حمل إليها بذور الفناء؟ أم أن الوجود الإسلامي في شبه جزيرة إيبيريا كان تجربة نمت وتقوت واستمرت وأنجزت ثم هبطت وخارت قواها عندما تخلت عن الأسس التي قامت عليها؟ منذ الفتح الذي أطلقه بنو أمية من دمشق باتجاه الشمال الأفريقي وعند الحدود البحرية الشمالية، كان لابد من الوصول إلى الضفة الأخرى. بدأت الجيوش الإسلامية في النزوح نحو الممالك الشمالية وتحقيق الانتصارات الواحد تلو الآخر، إلى أن اصطدمت بهزيمة بلاط الشهداء وانحصر المد الإسلامي في الأندلس. فأقام المسلمون هناك 8 قرون بنوا خلالها مجدا وحضارة لا نزال نكتشف جوانبهما إلى اليوم. وبسقوط غرناطة، آخر معقل للمسلمين عام 1492 للميلاد، سنة 897 للهجرة، سقطت الأندلس بعد حوالي 4 قرون من حروب شنتها ممالك الشمال المسيحية على الثغور الأندلسية فيما سمي بحروب الاسترداد. إن سقوط الأندلس عبر حركة الاسترداد التي وضعت حداً لوجود العرب في شبه الجزيرة الإيبيرية يخلق لنا حالة حزن، خصوصاً حينما نقف على صفحاتها المغرقة بالقسوة والدموية وما آل إليه مصير الأندلسيين. إن حركة الاسترداد تدفعنا إلى التأمل بوعي في الجوانب المشرقة والكئيبة من تاريخ أسلافنا، لنتعرف بصدق إلى أسرار كبواتهم وعثراتهم، ونستفيد من ذلك في حاضرنا ورسم معالم مستقبلنا. المسلمين حكموا أسبانيا ما يقرب من حوالي 800 عام، وخلال هذه الفترة الطويلة كان هناك تعايش سلمي حقيقي بين الجانبين إلا في لحظات نادرة. الدكتورة زبيدة محمد عطا، العميد الأسبق لكلية الأداب جامعة حلوان، أستاذة التاريخ تخصص العصور الوسطى. جاء في مخطوط تاريخ الأندلس أن الأندلس ظلت نحو 3 قرون دولة واحدة تخضع لحكومة مركزية قوية منذ أن دخلها الإسلام، وخاصة في عهد الخلافة الأموية، ومكثت طوال هذه المدة متحدة الأجزاء كأنها كتلة واحدة لا تعرف عدوا لها سوى إسبانيا المسيحية في الشمال. كانت الأندلس تعد امتدادا للحضارة العربية في شبه الجزيرة، وامتدادا للحضارة الإسلامية في القرون الوسطى، وامتدادا للخلافة الأموية، وكان المستوى الثقافي فيها قد بلغ مراتب عالية جدا في كافة العلوم، كما هو الحال في بلاد العالم الإسلامي الأخرى.
الأستاذ ألبرتو مونتينير، مدير وحدة اللغة العربية والدراسات الإسلامية في معهد الدراسات الإسلامية والشرق الأوسط بسرقسطة. فنجد هناك نوع من التقارب، المجتمع تعايش تعايش سلمي جميل جدا مع جميع الطوائف الموجودة، حتى اليهود تمتعوا بمزايا عديدة، ومنهم من ولي بعض الوظائف الهامة، فالمجتمع كان يعم التسامح الشديد. حينما قامت النهضة في أوروبا، كانت أحد مصادرها الرئيسية هي علم أسبانيا الإسلامية. وأما من حيث العلاقة بين المسلمين وغيرهم، فإذا أخذنا في الاعتبار أنهم كانوا يتعايشون ويعتبرون جيرانهم من أهل الأندلس أصحاب كتاب يهودا ومسيحيين، فإن العلاقة كانت طيبة جدا على مدى تلك السنين. كان المسلمون والمسيحيون يتعايشون في توافق تام. تعد حروب الاسترداد عنصرا مهما في تكوين إسبانيا الحديثة، ويعتبرها الشعب الإسباني من أهم الأحداث الوطنية الخالدة في تاريخه القومي. لقد لعب الشعور الوطني والديني للممالك الشمالية المسيحية دورا كبيرا في نشأة حروب الاسترداد. عندما نتحدث عن حروب الاسترداد كما تسميها الاستوريوغرافيا الإسبانية أو لا ريكونكيستا، تقصد بذلك استرداد شيء ما. وهنا الممالك التي قادت حروب الاسترداد، سواء مملكة قشتالة أو مملكة أراغون أو مملكة نافارا، لم تكن موجودة لما وصل المسلمون إلى الأندلس، وبالتالي ماذا سيستردون إذا لم يكونوا يوجدون في الأصل؟ الدكتور عبد الواحد أجمير، أستاذ التاريخ في جامعة محمد الخامس بالرباط، مدير مركز الدراسات الأندلسية وحوار الحضارات بالرباط. حركة الاسترداد هي حركة تدفعها أسباب مادية وسياسية أكثر منها روحية، لأن كل مملكة كانت تبحث عن مد أراضيها ومد مملكتها والتوسع، دون النظر إذا كان ذلك على حساب المسلمين أم على حساب المسيحيين. الدكتور محمد النشار، أستاذ تاريخ العصور الوسطى في كلية الأداب جامعة طنطا، مؤلف كتاب حركة الاسترداد في عهد الملك فرناندو، علاقة قشتالة وأراغون بسلطنة المماليك. استرداد يعني استردوا حقوقهم، كأن العرب أتوا لاحتلال الأندلس ومحتلين، والإسبان استردوا ما ضاع منهم. هذا الرأي بطبيعة الحال لا يقبله الباحثون العرب. الدكتور محمد رزوق، أستاذ التاريخ في جامعة عين الشق في الدار البيضاء، مؤلف كتاب الأندلسيون وهجراتهم إلى المغرب. جاء في وثيقة فتح الأندلس أنه في عام 718 للميلاد، سنة 98 للهجرة، حاول شخص يدعى بيلايو مقاومة الفتوحات الإسلامية. التجأ بيلايو إلى صخرة عاتية تعرف باسم صخرة كابتونغا، وأخذ يشن غاراته على المناطق المجاورة، مستغلاً انصراف الفاتحين إلى محاولة فتح بلاد غالا أو الأرض الكبيرة. يمكن الجزم بأن حرب الاسترداد بدأت بتقدم مسيحي نحو الأندلس، وكان ذلك في أواخر القرن الثامن وأوائل القرن التاسع الميلادي، وقد تمت على مراحل مختلفة وبصورة غير منظمة أو متتابعة، بدءا بتحرير أجزاء ذات طابع مسيحي في الشمال. ولكن ما حدث كان في أكثر الأوقات التي كانت للخلافة الأموية فيها سيطرة على الأوضاع. بدأت حروب الاسترداد في القرن الحادي عشر الميلادي أو الخامس الهجري، يعني قبل سقوط الأندلس بأربعة قرون. ذلك أن مملكة ليون وقشتالة بعد توحيد مملكة ليون وقشتالة أصبحت أقوى الممالك المسيحية في شمال المغرب،
وتحت قيادة ألفونسو السادس بدأت الخطة التوسعية للاستيلاء على دول الطوائف. الدكتور محمد بن عبود أستاذ باحث في جامعة عبد الملك السعدي بتطوان، مؤلف كتاب التاريخ الاجتماعي والسياسي لإشبيلية وجوانب من واقع الأندلسي في القرن الخامس عشر. فرناندو حينما قيل له أن العرب اشتكوا من كثرة ما يدفعون من ضرائب وغرامات، قال هذه أرضنا ونحن نستعد للدوحة، ويكفي أننا سمحنا لكم فترة بالإقامة. لقد لعب البابا في عملية الاسترداد دورا متناقضا يدعو إلى التأمل، فمن ناحية لا يمكننا القول إنه قد شارك فيها بصورة مباشرة، لكن علينا أن نؤكد أنه كان ذا دور فعال في شبه الجزيرة الإيبيرية، وأن ما فعله كان إعلان الحرب الصليبية على المسلمين بناء على طلب من الملوك المسيحيين. جاء في وثيقة من خزانة سيمانكس ببلد الوليد أن الكنيسة أضفت على حركة الاسترداد صبغة الحرب الصليبية، ولقد أبان البابا إنصن الثالث عن حماسة منقطعة النظير لحركة الاسترداد. فإذا كان العامل الديني ثانويا في تحريك عملية الاسترداد في بداياتها، فإنه أصبح العنصر المهيكل لمجموع تحركات القوى المسيحية. الواقع العوامل الخارجية بترتبط بالكنيسة والبابوية، ولذلك نقول البابوية أول ما اهتمت بالحروب الصليبية في الأندلس قبل ما تهتم بها في الشرق. كان للكنيسة دور حاسم في حروب الاسترداد من خلال مساهمتها المباشرة، حيث كان لها جند خاص هما رهبان الصليب يشاركون في الحروب مباشرة، ولكن كذلك كانت تراقب الملوك وأحيانا تتخذ مواقف صارمة من الملوك النصارى في شبه الجزيرة الإيبيرية إذا تحالفوا مع المسلمين ضد أبناء ملتهم، وأحيانا طردهم من الكنيسة. من الأرشيف الوطني لسيمانكس وجدنا وثيقة بتاريخ 13 من فبراير شباط من عام 1495 للميلاد، هي مرسوم بابوي يقر فيه البابا ألكسندر الرابع منح العاهلين الكاثوليكيين فرناندو وإيزابيلا حق امتلاك وحكم أي أراض جديدة يستحوذان عليها. كان البابا ألكسندر الرابع من أصل إسباني من أراغون مملكة فرناندو. الأمراء الغربيين الذي اتخذت حروبهم شكل صليبي، شكل الحروب الصليبية، وابتدأت تهاجم المعاقل الإسلامية معقل وراء معقل. أصاب الوهن الخلافة الأموية ودبت في أوصالها أعراض الضعف والانحلال، وساد الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموية حال من الفوضى والارتباك، وتمزقت أشلاء متفرقة. في عام 995 للميلاد سنة 385 للهجرة تمزقت الأندلس، وقامت كل طائفة أو عائلة بارزة بإعلان الاستقلال في مدينة من المدن وما يحيط بها، فتمزقت الأندلس إلى 21 دويلة، وبدأت فترة حالكة في تاريخها. العصر الذهبي لحركة الاسترداد الفعلي هي من عصر دول الطوائف بعد سقوط الدولة الأموية. عندما سقطت الدولة الأموية في الأندلس 1031 ميلادية، وجدنا قامت على أنقاض الخلافة الأندلسية الخلافة الأموية حوالي أكثر من 20 دويلة. أما عن الجزء الثاني من حرب الاسترداد فقد بدأ فيما سمي حينئذ بعصر الفتنة أو الفتن، وكان ذلك إذانا بنهاية الخلافة وإقامة دولة الطوائف، وحدث ذلك عندما انتهز الملوك المسيحيون ضعف دولة الخلافة وقرروا الاستيلاء على أملاكها واحدة تلو الأخرى. بوفاة المنصور عام 1002 للميلاد
سنة 392 للهجرة بدأ التطاحن بين ملوك الطوائف لتوسيع رقعة حكم كل واحد منهم، وصل بهم الحد إلى التواطؤ مع ممالك الشمال ضد بعضهم. سمة هذه الممالك مملوك الطوائف هي سمة الحروب المستمرة بينهما. أيضا في تلك الفترة كانت الممالك الإسبانية انتهزت هذه الفرصة، وخاصة الملك فرديناند الأول، والذي نهض بحركة الاسترداد نهضة كبيرة جدا استولى فيها على العديد من المدن الإسلامية. حروب الاسترداد إذا أردنا أن نقول البداية، أنا في رأيي الشخصي تبدأ من فترة ملوك الطوائف بعد انهيار الخلافة الأموية ثم دولة بني عامر. دخلت الأندلس في صراعات عجيبة بحيث قسمت بين 20 حاكم، ولنا أن نتخيل 20 شخص يحكموا في الأندلس التي كانت موحدة من قبل. بعد ظهور ضعف وتخاذل ملوك الطوائف، بدأ ملوك الشمال يفكرون جديا في أخذ الأندلس، وبدا واضحا أن ملوك الطوائف أصبحوا مستعدين للتنازل عن بعض الحصون ودفع الجزية التي كانت تقوي جيوش الممالك الشمالية. فبدأت عملية التنازلات المستمرة عن أراضي عن حصون، فأعتقد أن حكم الطوائف هو البداية، رغم أن جاء بعده فترة تماسك إلى حد ما في عهد المرابطين والموحدين، لكن بعد ذلك انهيار حكم المرابطين والموحدين فتح الباب أمام الأمراء الغربيين. جاء في وثيقة وهي مخطوطة من نصوص مدونة لوكاستوي التاريخية المحفوظة ضمن مخطوطات مكتبة مؤسسة بيت ميدانا سيدونيا أحدى بلاد مدينة قادش جنوب شرقي إسبانيا. بدأت حروب الاسترداد بسقوط بامبلونا بشمال البلاد عام 748 للميلاد، وفي عام 985 سقطت برشلونة، ولم يمض 12 عاما حتى كانت مدينة سانتياغو قد سقطت عام 997 للميلاد، وتلتها مدينة ليون بعد 5 أعوام. هدأت حروب الاسترداد ما يقرب من نصف قرن، وباستئنافها سقطت مدينة سلامانكا عام 1055 للميلاد، وبعد 9 أعوام تبعتها مدينة كولامبرا عام 1064، وبعد توقف دام 19 عاما تجددت حروب الاسترداد فسقطت مدريد عام 1084 للميلاد. وفي العام التالي نجح الملك ألفونسو السادس في انتزاع طليطلة من أيدي المسلمين. هناك من يؤخر حروب الاسترداد إلى نهاية القرن الحادي عشر، وبالتالي يرى في سقوط طليطلة سنة 1085 بداية لحروب الاسترداد، واختيار تاريخ سقوط طليطلة له دلالة كبرى عند الإسبان، لأن طليطلة هي عاصمة القوط قبل أن يصل المسلمون، وبالتالي لما استعادها النصارى جعلوا منها عاصمتهم، حتى أنه إلى غاية بداية القرن السادس عشر وطليطلة هي عاصمة دولة قشتالة. Y ese, por lo tanto, uno de los artífices de las una de las fases. كان ألفونسو السادس هو نفسه من قام بتحرير طليطلة سنة 1085، وكان له دور هام في تقدم مملكتي قشتالة وليون نحو الأندلس. أما عن شخصه فقد كان ذا شخصية قتالية، وكان يهتم بوصل إسبانيا بباقي أوروبا وأن تكون بينهما علاقات وأواصر، وخصوصا مع البابا.
الحفاظ على طليطلة بالنسبة للنصارى كان قضية حياة أو موت، أولا للماضي التاريخي، وثانيا لأنها تعتبر نقطة الانطلاق لاستعادة بقية الممالك. أن ألفونسو السادس لم يقدم على هذه العملية إلا بعد أن تجمعت لديه مجموعة من المعطيات، وهو كان يعلم أن طليطلة كانت لها مكانة كبيرة وكبيرة جدا ضمن الممالك الأندلسية. جاء في وثيقة من مكتبة مؤسسة بيت ميدينا الصيدونيا أن ألفونسو نشأ وقضى جزءا من شبابه في كنف ملك طليطلة المأمون بن ذنون، وذلك في أعقاب وفاة والده فرناندو ملك قشتالة ونشوب صراع بينه وبين شقيقيه سانشو ملك قشتالة وغارسيا ملك جليقيا، واشتعال حرب أهلية بينهم استمرت أعواما وانتهت بانتصار سانشو عام 1071 للميلاد واغتصاب ملك أخويه. فلجأ ألفونسو السادس إلى طليطلة طالبا حماية ملكها، وظل في كنفه إلى أن قتل شقيقه الملك سانشو الثاني، فطالب بحقه وتولى عرش مملكة قشتالة. كان استرداد طليطلة ذا أهمية استراتيجية وكان ذا مغزى هام، فطليطلة كانت عاصمة مملكة القوط، وكان استردادها من وجهة النظر الدينية ذا أهمية خاصة. أما من حيث الأهمية الاستراتيجية فكان يمثل بداية السيطرة على قشتالة الجديدة بعد أن كان المسيحيون يسيطرون على قشتالة القديمة فقط، وكان ذلك احتلالا للهضبة الجنوبية بعد أن كانت الهضبة الشمالية بحوزتهم، ومثل ذلك كله تقدما باتجاه الأندلس. الوضعية تدهورت وأدت إلى تقوية مملكة ليون وقشتالة من الناحية الاقتصادية والسياسية، وأدت إلى إضعاف ملوك طوائف من جهات أخرى، الأمر الذي مهد الطريق إلى احتلال دول طائفية، وهذا أدى في مرحلة لاحقة إلى ظهور المرابطين وتوحيد الأندلس ضمن الإمبراطورية المرابطية. بعد الأحداث المريرة التي جرت أهوالها في الأندلس وبعد سقوط طليطلة، فقد علماء المسلمين الأمل بأن تأتي حماية المسلمين من الحكام والأمراء في دويلات الطوائف، وخشوا أن تضيع الأندلس برمتها، فشكلوا وفدا وذلك للتوجه نحو المغرب الأقصى حيث المرابطون. كان يوسف بن تشفين قد أسس دولة المرابطين عام 1056 للميلاد على أسس إسلامية. وافق ابن تشفين على طلب الوفد الأندلسي، والتقت الجيوش الإسلامية مع جيش ألفونسو في الزلاقة عام 1086. سقوط طليطلة حدث سنة 1085. في السنة الموالية سنة 1086 سيحقق المرابطون انتصارا كبيرا على النصارى في معركة الزلاقة، لكنهم لم يتمكنوا من استعادة طليطلة. المرابطون قيمتهم وزنهم أنهم أمدوا في عمر الأندلس قرون وقرون. كانت تحدث حروب، لكن قوة المسلمين في الأندلس كانت متركزة قوية، لا يستطيع القشتالة أو أراجون الهجوم.
حروب الاسترداد المستمرة من الممالك الشمالية على الثغور الأندلسية وتدميرها للمحاصيل الزراعية المحيطة بهذه المدن يؤدي إلى سوء أحوال الناس والمدن، مما يسهل تطويقها إلى أن تسقط بيد الممالك المسيحية. أما الخيانات المتكررة والفتن بين المسلمين فقد أدت إلى تفكك الطوائف الأندلسية. وحنجد في كل إمارة إما أمير طامع أو قائد أو فقيه، ومن يتولى الحكم يعرف أنه بعد فترة بسيطة سينبذ له آخر ويحاول طرده، سواء الحاكم الموجود أو الذي يصود عليه كان يلجؤون لقشتالة وأرج في المساعدة، وهؤلاء بدورهم كان يستغلونهم استغلالا كاملا من حيث المال، من حيث إجبارهم على التنازل على مواقع مستمرة. لما تولى مملكة أرجون وهذا ألفونسو المحارب وهذا ملك من الملوك المشهورين في مملكة أرجون والذي نجح في أن يستولي على مدينة ساراكوستا في 1119 واستولى على كل منطقة الصغر الأعلى الذي يقسم ويسمى في الأندلس بالصغر الأعلى وعاصمته منطقة ساراكوستا. تم استرداد ساراكوستا في القرن الثاني عشر، وكان لاسترداد ساراكوستا من وجهة النظر الميدانية أهمية كبيرة، ربما لم يمثل أهمية دينية كاسترداد طليطلة، ولكن جغرافيا كان ذا أهمية بالغة حيث مثل تقدم ملك أراغون نحو الجنوب اتحادا مع ملوك كاتالونيا والتقدم سويا نحو منطقة فالنسيا جنوبا. يضيف لوكاس دي توي في مخطوطه: فكر الأفونج أي ألفونسو أن القوم سالفي الذكر وهم المرابطون سيقتتلون مع مسلمي الأندلس ليدمروا بعضهم بأيديهم، إلا أن المسلمين سواء القادمين من المغرب شاهرين السلاح أو المقيمين بالأندلس الذين قدموا النصيحة لألفونسو وتواطؤوا معه تمكنوا من توحيد صفوفهم تحت لواء ملكهم ولقبوا يوسف بن تشافين بأمير المؤمنين. فقد جلب الأمير القادم من وراء البحر إلى أرض الأندلس عددا غفيرا من قومه من هؤلاء المرابطين. لابد من الإشارة إلى وصية يعقوب المنصور الموحدي وهو على فراش الموت، فكان يقول لمن يحيط به: أوصيكم باليتيمة. فقالوا له: يا أمير المؤمنين، ومن هي اليتيمة؟ فقال لهم: هي جزيرة الأندلس. فقال لهم: أوصيكم بالأيتام. فقالوا له: ومن هم الأيتام؟ فقال لهم: هم أهل الأندلس. في فترة انشغال المرابطين بالجهاد في الأندلس ظهرت في المغرب دولة أخرى هي دولة الموحدين. في هذه الفترة الانتقالية التي عرفت ضعف الشمال الأفريقي كانت الممالك الشمالية تسقط المدن الأندلسية الواحدة تلو الأخرى. بعد معركة لاس نافاس دي تولوسا التي مثلت بطريقة غير مباشرة نهاية دولة الموحدين، توج ذلك باسترداد مدينتي قرطبة وأشبيلية تحت حكم الملك فرناندو الثالث المعروف بالقديس. وبهذه الطريقة بدأت ممالك الجنوب تترنح وتأخذ وضعا دفاعيا. بادر فرناندو الثالث بقواته التي تضخمت بمن ينضم إليها من متطوعة قشتالة وأراغون، فأطبق الحصار على قرطبة وعزم أهل قرطبة الدفاع عنها، فلم يكن بينهم قائد ذو كفاءة لإدارة القتال. لم يبادر ابن هود أمير إشبيليا في تلك الفترة لنجدتهم. شدد فرناندو الثالث الحصار على قرطبة وقطع كل صلة لها عن جهة البر وعن جهة الوادي الكبير، فلم يستطع أحد أن يدخلها أو يخرج منها
إلى أن سقطت واستسلمت عام 1236 للميلاد. قرطبة كما تعلم كانت بلد العلماء، كانت عاصمة، كانت البلد المحمي المحصن، بلد تعايش الذي تعايش فيه مختلف المجتمع، والإسبان أنفسهم كانوا يدركون هذا وكانوا يخططون لها. قرطبة دي عاصمة الخلافة الأموية، وكانت يعني كل ما كتب عن قرطبة وعظمة قرطبة أثناء الخلافة الأموية وقصور الزهراء وهذه الدولة التي عاشت وأثبتت وجودها في الأندلس، نجد أنهم بدأوا يتطلعوا إلى قرطبة. ونلاحظ أن الخلافات بقى بين المسلمين هي اللي أدت لسقوطها، أي أن سقوط قرطبة كان يدخل ضمن مخطط استراتيجي عام الهدف منه هو إنهاء حرب الاستبداد بإسقاط جميع الطغور، والبدء بعواصم كبرى، مدن كبرى كانت تعتبر في نظر الإسبان محطات استراتيجية للقضاء على الوجود العربي المسلم. القضاء عليها ليس قضاء عسكري فقط، ولكن قضاء حضاري أيضا، يعني إن وجهت ضربة إلى قرطبة فستمس الجانب العسكري والجانب الحضاري. من بين الوثائق والمخطوطات المحفوظة في مؤسسة الجنرال فرانكو للأبحاث العربية الأسبانية توجد مخطوطة تاريخية كتبها قائد حربي أندلسي مجهول، تعرف هذه المخطوطة باسم مخطوطة تطوان، ويرصد فيها القائد المجهول سقوط مدينة بالانسيا. كان خايمي ملك أراغون قد حاصر بالانسيا ومنع المؤن عنها، وكان أهلها قد عزموا الدفاع عنها حتى آخر رمق بالرغم من قلة عددهم وضعف مؤونتهم. وفي عام 1238 للميلاد وبعد 5 سنوات من المقاومة استسلمت المدينة ودخلها الملك خايمي بجيوشه، وكانت بمباركة البابا غريغوري التاسع. وبسقوط بالانسيا لم يعد من قواعد الشرق شيء بيد المسلمين. أراغون كان لها نصيب هي الأخرى، فكانت اتجهت بأنظارها إلى مدينة بالانسيا وأرادت أن تكون حرب صليبية فعلا، فأرسلت للبابا وطلبت من البابا إعلان أن ما يقوم به حاكم خايمي الأول حاكم أراغون هي حرب صليبية فعلا. وبالفعل البابا دعا ملوك الغرب ودعا الأمراء للمشاركة في حملة صليبية ضد مدينة بالانسيا. كان استرداد ملوك أراغون لفالنسيا حدثا كبيرا ذا أهمية، من الممكن أن نضاهيه باسترداد ملوك قشتالة لأشبيلية وقرطبة. وقد سمح استرداد فالنسيا بالتحكم في كل السواحل الشرقية لشبه الجزيرة الإيبيرية، وهنا نلاحظ أن هذه الخصوصية لعبت دورا هاما في توجيه السياسة الخاصة بأراغون نحو البحر المتوسط وبلدانه، على عكس وجهة النظر القشتالية التي تميزت بالتركيز على شبه الجزيرة الإيبيرية. تابع فرناندو الثالث غزواته في منطقة الأندلس الوسطى، وتوالى سقوط قواعد الأندلس الكبرى في فترة قصيرة لا تتجاوز عقدا من الزمن، ولم يبقى من قواعد الأندلس الشرقية والوسطى سوى إشبيلية وغرناطة. جاء في وثيقة من المكتبة الوطنية لسيمانكس أن إشبيلية كانت ترتبط بمعاهدة أبرمها أبو عمرو بن الجد مع فرناندو الثالث ملك قشتالة،
وتتلخص بنودها في أن يعترف ابن الجد بطاعة ملك قشتالة، وأن يؤدي له الجزية، وأن يشهد اجتماعات الكورتيس أي البلاط باعتباره واحداً من أتباع الملك القشتالي، وأن يقدم له العون متى طلب إليه ذلك. كانت هذه المعاهدة فرصة للملك القشتالي كي يرتب أوضاعه، وكان غزو إشبيليا يحتاج إلى إعداد خاص وتجهيزات كثيرة، فلم تكن مدينة صغيرة يسهل فتحها، بل كانت من أقوى مدن الأندلس مناعة وحصانة. حاكم قشتالة كانت أنظاره اتجهت فعلا لأشبيلية، آخر معقل إسلامي قوي إلى جانب غرناطة. غادر فرناندو الثالث مدينة القلعة مع قواته جنوبا إلى إشبيليا في 12 من ربيع الأول عام 645 للهجرة، الموافق 15 من أغسطس آب لعام 1247 للميلاد، وبدأ في محاصرتها وتطويقها من كل جانب. واحتل الأسطول المسيحي مياه مصب الوادي الكبير ليمنع ورود الإمداد والمؤن إلى إشبيليا عن طريق البحر. وابتدأ في حصار المدينة. من اشترك في حصار المدينة؟ ابن الأحمر. اشترك مع فرق رهبانية متشددة زي قلعة رباح وشنط ياقب اللي كان فيها مجموعات رهبانية متشددة مقاتلة، وحاصر مدينة قرمونة وساعد في الاستيلاء عليها. بل أسوأ من كده، إن هناك بعض القلاع كقلعة جابر ذهب إلى الأهالي وحرضهم على الاستسلام للقشتاليين، وأنهم سينجوا بحياتهم إذا استسلموا، وصار على هذا النهج. جاء في وثيقة إسبانية من أرشيف مكتبة سيمانكس أنه في يوم 22 من ديسمبر كانون الأول عام 1248 للميلاد، دخل فرناندو الثالث ملك قشتالة مدينة إشبيليا، يحيطه موكب ضخم، واتجه إلى مسجد المدينة الأعظم الذي تحول إلى كنيسة، وقد وضع فيه هيكل مؤقت، وأقيم في المسجد قداس الشكر. ثم اتجه إلى قصر إشبيليا حيث أدار شؤون دولته، وقام بتقسيم دور المسلمين وأراضيهم بين جنوده. ومنذ ذلك التاريخ أصبحت إشبيليا عاصمة مملكة قشتالة النصرانية بدلا من طليطلة. أيضا استولت المملكة المسيحية على مدينة المريا آنذاك، وكان سقوط هذه المدن هي البداية الحقيقية لإنهاء الوجود الإسلامي الذي انحصر في أقصى الجنوب في منطقة أندلسيا والتي نطلق عليها مملكة غرناطة. كان استرداد مالاغا بداية النهاية بالنسبة لحكم الناصريين لغرناطة، كما كان يعد نقطة البداية لسقوط غرناطة فيما بعد. فقد بدأت العملية واستمرت ببطء ولكن بخطى ثابتة. بدأت عملية الخنق والتي توجت بالمأساة الغرناطية، حيث أخذت القوات المسيحية تزيد الحصار شيئا فشيئا على ملك غرناطة. في مخطوطة تطوان يروي القائد العسكري الغرناطي المجهول وقائع ما جرى فيقول: فلما استخلص العدو مدينة بلش سار نحو مدينة مالاغا، فنزل عليها وقاتلها قتالا شديدا وحاصرها حصارا عظيما لم يرى مثله، وأحاط بها من كل جانب ومكان برا وبحرا، فتحصن أهل مالاغا ببلدهم وأظهروا ما كان عندهم ومعهم من السلاح والعدة، وكان فيهم جملة من نجدة الفرسان، فقاتلوا الروم قتالا شديدا، ومع ذلك بقي العدو يفتح عليهم أبوابا من الحرب، والمسلمون قائمون بحراسة بلدهم ويغلبون عدوهم ويقتلون من قرب إليهم منهم، وهم صابرون محتسبون مدة طويلة حتى ضيق عليهم العدو ونفد ما عندهم من الأطعمة والزاد.
وكان استيلاء العدو على مدينة مالاغا في أواخر شعبان عام 892 للهجرة، سنة 1478 للميلاد. رغم الازدهار الثقافي والحضاري، الأندلس كانت دائما ضعيفة من الناحية العسكرية ومن الناحية السياسية، الأمر الذي فتح المجال أمام طموحات الجيران، سواء تعلق الأمر بالجيران الشمال أو جيران الجنوب. فكان من الطبيعي أن يتم القضاء على الكيان السياسي للأندلس، يعني إما من طرف مملكة قشلة أو من طرف الدول التي العظمى التي ظهرت في المغرب. ومن الأرشيف العام لسمنكس تأتي هذه الوثيقة التي تروي كيف أخذ النصارى بعد استسلام مالاغا العديد من أهلها عبيدا، ويصف العاهلان فرناندو وإيزابيلا الإجراءات اللازمة لشراء العبيد من طرف وسطاء آخرين من مالاغا. بعد الاستيلاء على مالاغا وفي أواخر عام 1489 تم الاستيلاء على وادي آش والمنكب وألميريا، ثم على بسطة في ديسمبر كانون الأول عام 1489، ولم يبقى من معاقل الإسلام التي لم تسقط سوى مدينة غرناطة. إن التراجع المستمر للأندلس يمكن عزوه إلى عناصر كثيرة، أهمها في رأيي الخاص الانشقاق الداخلي وانشقاق وتفتت الخلافة إلى دويلات وطوائف صغيرة من وجهة النظر السياسية والعسكرية أيضا. إسبانيا بطبيعة الحال كانت تبحث عن وحدتها، لأن دول أخرى سابقة كانت قد توحدت. إسبانيا كانت تبحث عن وحدتها وكانت تبحث عن وسائل لتحقيق هذه الوحدة. بينما كان الاختلاف والتشرذم سمات ملوك الطوائف في الأندلس، كانت إسبانيا المسيحية تتوحد بانصهار مملكتي قشتالة وأراغون. عند اتحاد مملكتي قشتالة وأراغون كانت الطامة الكبرى بالنسبة للمسلمين، وبالتالي كانت حتمية إنهاء الوجود الإسلامي في الأندلس آنذاك حقيقة واضحة بعد اتحاد مملكتي قشتالة وأراغون في 1279 ميلادي. تمثل هذه الوثيقة اتفاق الزواج بين العائلين الكاثوليكيين فرناندو ملك أراغون وإيزابيلا ملكة قشتالة، الذي تم بقصر العائلة بيبيرو في بلد الوليد يوم 8 من أكتوبر تشرين الأول عام 1469. حينها كان إنريك الرابع لا يزال ملك قشتالة، وتم الاحتفال بزواج أخته بالمصاهرة إيزابيلا بدون موافقته. إن التأخر في الموافقة على زواج الملك فرناندو بإيزابيلا كان بسبب صلة الدم بينهما، ولم يكن هناك في الحقيقة مانع قانوني للزواج. تحمل هذه الوثيقة تاريخ 15 من يناير كانون الثاني عام 1475 للميلاد، وتتضمن هذه الوثيقة الشروط أو اتفاقيات الزواج بين إيزابيلا القشتالية وفرناندو الأراغوني. وقعت الوثيقة بعد عام من وفاة إنريك الرابع ملك قشتالة وتنصيب إيزابيلا ملكة عليها. في الاتفاقيات يتم دمج الرموز الخاصة بقشتالة وأراغون، وتفرض ضرائب المملكتين كل على حدة، غير أن الوثيقة تسمح لفرناندو الأراغوني بالتدخل في إدارة قشتالة، وتفسر قيام فرناندو فيما بعد بقيادة جيوش قشتالة ضد مملكة غرناطة. فأصبحت المملكتين القويتين المواجهين للمسلمين هما قشتالة وأراغون، وهم اقتطعوا أجزاء الأندلس قطعة قطعة لغاية ما سقطت غرناطة في الآخر على يد فرناندو وإيزابيلا. شكل زواج فرناندو وإيزابيلا المؤشر الحقيقي لسقوط باقي الثغور الأندلسية وخصوصا غرناطة مملكة بني الأحمر.
إلى حدود عام 1490 للميلاد، 895 للهجرة، سقطت جميع معاقل الخلافة الإسلامية في شبه الجزيرة الإيبيرية، ولم يبق منها سوى مدينة غرناطة.